السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ازيك عامل ايه يا سيدي؟ الحمد لله. كان ليا زميل كده نصراني، فكان بيقول لي انت هتعيدني في عيد الميلاد ولا لا؟ ايه؟ كان ليا زميل نصراني، ايه؟ لو يقول لي يعني هقول له كل سنة وانت طيب في العيد ولا لا؟ فحابب أوجه رسالة للشباب اللي هي اللي في سني، طيب وجه، تفضل وجه. يعني هقعد على الكرسي بتاعك ماشي يا سيدنا؟ أنا مش تريد توجه، تفضل. أقول هو مفيش مانع إن إحنا يعني نهنئ النصراني على مولود جديد أو شراء حياة جديدة، صح؟ المهم حسين صح؟ يعني إذا قلت له ما هذه السيارة الجميلة الله يبارك لك فيها جائز، لكن عيد الميلاد هذه لم يكن في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام احتفالات بأعياد الميلاد. بس لا يجوز أن نهنئهم على أعيادهم. قلنا يا أخي الكريم، بس في ديننا أنا رجل مسلم وعندنا في شرعنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الذي في شرعنا. أما أعياد الميلاد لم ترد عن نبينا، وأنا رجل مسلم أحب النبي وأحب القرآن والسنة. وسلامتك، السلام عليكم.